السلام عليكم. مادة نشاط علمي مستوى الرابع ابتدائي. درسنا اليوم يتعلق بحافظ على بيئتي. إذا كنا رأينا في الدرس السابق آثار التلوث على العناصر البيئة كالحيوان، النبات، الإنسان، الطبيعة إلى آخره. إذا اليوم سوف نتعرف على كيف هذا الدرس كيف نحافظ على البيئة. إذا غنمر الوثيقة رقم 1. إذا نلاحظ أن الصورة تحتوي على كرة أرضية تحيط بها أيادي الإنسان كتعبير لحماية البيئة من طرف الإنسان. إذا البيئة هي الوسط الذي يحيط بجميع الكائنات الحية، ولاستمرار حياة هذه الكائنات لابد أن أحافظ على بيئتي من التلوث. إذا كيف نحافظ على البيئة؟ إذا لاحظتوا الإجابة عن هذا السؤال، غنمر للنشاط الأول. أذكر المكونات الطبيعية للبيئة في منطقتي. إذا من خلال السؤال غنذكر بعض المكونات الطبيعية للبيئة في منطقتي. إذا غناخد مثالنا مكون طبيعي كالغابة، كائنات حية، ماء، هواء إلى آخره. أعيد: غابة، كائنات حية، ماء، هواء إلى آخره. نمر للنشاط الثاني. أشطب السلوكيات المضرة ببيئتي. إذا غنشطبو على بعض السلوكات المضرة بالبيئة. إذا غنمر الوثيقة رقم 2. إلى لاحظتو كتمثل لنا أكياس من البلاستيك. إذا هاد الأكياس مثلا كنستعملوهم في اقتناء بعض المواد الغذائية، وبالتالي كنقومو بالرمي ديالهم. بالتالي هاد الأكياس كيحتويو على مواد سامة كتحلل للسنوات، دوك المواد السامة كيلوتو لنا التربة، وبالتالي غتلوت لنا البيئة. إذا غنوضعو علامة على رقم 2 لأنه سلوك مضر بالبيئة. نمر رقم 3 التشجير فهو سلوك إيجابي. نمر رقم 4 إلى لاحظتونا الشاطئ، هنا كيقوموا برمي النفايات هنا في الرمال، بالتالي فهو سلوك يضر بالبيئة. إذا يلوث البيئة، وبالتالي فنشطب على الرقم 4. نمر 5 إلى لاحظتو الطفل كيقوم برمي النفايات في القمامة، إذا فهو سلوك إيجابي. نمر 6. إذا لاحظتو القفة هو سلوك إيجابي بحيث لا يضر بالصحة. إذا من الأفضل أن نستعمل القفة عوضا على ماذا؟ عوضا على الأكياس من البلاستيك. بالتالي فالقفة هو سلوك إيجابي. نمر رقم 7 إلى لاحظتو عندنا شجرة مكسرة، بالتالي فهو سلوك سلبي يضر بالبيئة. نمر رقم 8 إلى لاحظتو جمع النفايات من الشواطئ فهو سلوك إيجابي. نمر 9 رمي النفايات في القمامة، نعم سلوك إيجابي، ولكن لاحظ هنا رمي النفايات في الأرض فهو سلوك سلبي، وبالتالي غنشطبو على رقم 9. إذا السلوكات المضرة بالبيئة، إذا غادي نشطبو على رقم 2 4 7 9. نمر للأستخلص. أبني خلاصة لدرسي باستعمال الكلمات التالية: نباتات، مكانها، القفة، تلويث، البلاستيك، إتلاف. إذا من خلال هذه الكلمات
سوف نبني خلاصة للدرس. إذن أحمي بيئتي بتبني السلوك الإيجابي، نقطتان. إذن بعد السلوكات الإيجابية اللي كنحمي بها البيئة، كأن أستعمل القفة. إذن القفة، كأن أستعمل القفة بدل الأكياس، ماذا؟ البلاستيكية. إذن هنستعمل أيضا البلاستيكية. وأن أرمي القمامة في مكانها، وأن أتجنب تلويث الشاطئ وإتلاف الأشجار. إذن أعيد، أحمي بيئتي بتبني السلوك الإيجابي، كأن أستعمل القفة بدل الأكياس البلاستيكية، وأن أرمي القمامة في مكانها، وأن أتجنب تلويث ماذا؟ الشاطئ وإتلاف الأشجار. إذن نلتقي في فيديو آخر بدرس جديد. شكرا وإلى اللقاء.